مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامجكم تاكتيك، كيجيكم مباشره من بعد اللقاء اللي تابعناه واللي كان لقاء قوي بين الوداد الرياضي واتحاد طنجة بالبيرجي. يقول رساله جوج الجوج بنديه كبيره في المقابله. طنجة اتحاد طنجة لعب الكرة ديالو إلى آخر رمق، والوداد الرياضي أصر على التعادل ديالو إلى آخر رمق، والتعادل كان عند لاعب كومارا اللي ماركا الوداد في اتحاد طنجة، ماركاو ليهم جوج أهداف كل من القعداوي والنغمي. الوداد الرياضي سجل لهم بابا توندي وكومارا في المقابلة في آخر ثواني من الوقت، بدا الضائع يعني عليه الحكم سير دوان جيد. انتصار بزاف أمور المقابلة، كان نيدية كبيرة، اتحاد طنجة بقى مقاتل إلى آخر لحظة وصعب الميراث. إنما هدف كومارا واش ما تساويش المدخل للقب فريق وداد الرياضي؟ مواضيع الحصه نعلن لكم بعد قليل. اهلا سي اسامه. اهلا بك محمد امين، اهلا بمشاهدات ومشاهدي اوريزون تي في. شخصيا تمتعت بالروح اللي دازت في المقابله سي اسامه. انا ما كانش عندي كام الشك من لا ما كانش على الشك انا ما لا أنا الناس من يقدروا يقولوا ها جواد بدا قال طنجة الماتش هذا سي با فري. انا عارف طنجة تقاتل للتوازيام بلاص اخر رمق، وطنجة عندها فرقه مزيانه والمباراة لم يعني ما تفاجأش اليوم المباراة، وبالنسبة لي طنجة دارت مباراة رائعة والوداد داروا مباراة رائعة. كانت مباراة قوية فيها ندية فيها بزاف الأمور، لونجاجمون اللي كان في هذه المقابلة، مستوى عالي اللي كان في هذه المقابلة. غير الوداد ملي كان عندها 20 نقطة ديال الفرق على الرجاء، وكانت الرجاء عندها فقط ثلاث مباريات مؤجلة، يعني 11 نقطة بوتونسيال. بحال اللي الوداد ولات عندها اون فورماليتي تكمل الشامبيونا، و بلوس تنزيدوا في دورات بلوس لا فورماليتي تتصعب. يعني انا بالنسبه لي الوداد صدعوا يعني صعبوا قلصوا قلصوا لا صعبوا راسهم البطوله حيت نووا راسهم خلاف سعيد النصيري. وهذه شهاده لله، سعيد النصيري في 20 نقطه الفرق ديما زين. كنت عيطت له انا قلت له باك سعود البطوله، قال لي لا مازال ديما زين هو ديما لا مازال البطوله لا ديما زين. انا تراني مع نفس خلاف الناطق الرسمي سي محمد طلال اللي كان قال لهم بدينا البطوله في جونفي. لا الكره تتلعب في التيران والنقاط يربحوا في التيران، وما حد الحكم ما صفرش نهايه المباراه. ما يمكنلكش تقول النقاط في جيبي. لا بريسيون الضغط على لعابه الوداد بزاف. الله يحسن العون. الله يكون في عون. واحد الساعه بغاو يفكوا هاد لا فورماليتي ديال الشامبيون قبل ما يلعبوا نهايه الشامبيونز ليغ. كان خصهم ينساو نهايه الشامبيونز ليغ ويلعبوا الشامبيون بلعبهم. انا بالنسبه لي بعد مرات كيفقدوا لعبهم. انا بالنسبه لي الماتش اللي ضيعت الوداد هي ماتش الجيش. ما ضيعش الماتش كان، ما ضيعش الماتش اليوم. ضيعت الماتش الجيش لان في الجيش كانت كثيره ملي كانت 1-0 وخلات اللعب ديالها اللي كانت دارت اليوم مع طنجه ملي كانت خاسره، وكان ربحت المباراه في الرباط بسهوله كبيره. حيت لي شونجمون ديال البنزرتي ولو كان تلعب ولا حاجه، وني ماركا التعادل 1-1 ما دارش اللعب ديال البطوله، دار اللعب ديال الماتش، مشى بقى لاعب باش يماركي، ومن تما مشى كونتر، مشاو في ظهرهم اتحاد طنجه وماركا ومشى الهدف الثاني. انما اليوم عادي ان الوداد من شدة التعادل كانت ناويه باغا تسير كانت المباراه ديالها كلها. طنجه رجعت اللور الكونتر اللي غريب فيه، وان لاريادر هو الكابيتان ديكيب دار سونتر اكسيبسيونيل والنغمي ما كابيت اكسبسيونيل. ولكن ما يمكنناش ناخذوا اللاعبين الوداد علاش بغاو يسجلوا باش يجيبوا 3 بوان باش يبقى خاصهم اصلا النوايا كانت هجوميه ديال البنزرتي باش يبقى خاصهم نقطه واحده ضد خريبكه، لان ضد خريبكه عود الناس ما يعجبهمش الحال. ربحات الوداد عصبه الابطال وهذا ما نتمناه. نعم هذا ما نظنه، هذا ما سنعيشه ان شاء الله. ولا خسرات الوداد عصبه الابطال اي كنت تكون المباراه صعبه ديال خريبكه. جيتي بانتصار مع الاحتفالات هتكون مباراة صعبة. جيتي بهزيمة هتكون مباراة صعبة. انا نرجع لك للتمديد، يعني التمديد مشينا حتى لواحد الدوزيام سومي ديال جوان غادي يرجع لك واحد الحيتيات ديالها وانت حافظها مزيان. غنرجعوا لهذا الشيء. انا ما غنديروش دوك الناس اللي ما عاجبهم والو، حنا كنا كناديو تنقولوا اذا تلعب مع خريبكا ويخليو هذا الوداد تمشي ترتاح مع راسها تا وتبريباري مزيان تشامبيونز هي وبركان يبريباري. انا كنبقى في المقابلة كيفاش سير المقابلة وقت دخل الناهيري اللي كان عليه. على خيبكه ولا على لا مازال انا مازال كندوي على بلاتي. الله يخليك شويه عليك شويه عليك ولا شويه عليك. خلينا في هذا الماتش هذا مهم. هذا ماتش مهم عشنا فيه بزاف الاحداث. كندوي على طنجه واحد لقيتها ملي رجعت السيطره الوداد بداو عباد الله. انا كنتبع شويه في فيسبوك الهضره الخاويه، ولكن من بعد مشات طنجه ماركات والوداد. لا انت باغي تبين لنا اليوم باغي تبرر طنجه تلعب ماتش كبير. ما عمره ما كان عندي جرام الشك بان طنجه دير مباراه كبيره. طنجه لعبت تروازيام بلاس وي راه ما يمكنش طنجة تجي تسهل في المباراة نهائيا. شوف مغير المباراة اللي انت اللي على بالك معليش نجبدها اليوم
البطوله بصفه عامه وكنت ديما تقول لك 95% نظيفه تيبقى 5% ديال السماسره في قلب المقاهي. مع كل اسف تنزكيو الكلام السماسره من تتوقع في تساهل في مباراه واحده تتفسد مباريات البطوله كلها. يعني حوته كنت تقدر القضيه ديال حوته تخن الشواري عشتها هذه السنه في القسم الاول وفي القسم الثاني. يعني تجي واحد تلعب مباراه ماشي منطقيه كله تيزكي الشك عند الجماهير المغربيه. راه ما يمكنش طنجة لعب على التروازيام بلاس اللي هي لا كوب دلاكاف اللي بالنسبه ليها مهمه العوده لان ضيعات الشامبيونز ليغ العام مهم عندها ترجع لا كوب دلاكاف وشافت اكادير فين مشات وشافت نهضه بركان فين مشات وتجي طنجة من الماركات البيت الثاني اليوم كانت تسطى بالفرحه وي المدرب لان هذيك 42 بوان وي توت بوسي بوان التروازيام بلاس. دابا لو بوان ديال طنجة وي طنجة مراد دابا لان لو بوان يعني بعدهم براتيكمون نهائيا على الصف الثالث. راه اليوم التعادل لا يخدم لا الوداد لا اتحاد طنجة رغم ان التعادل يخدم الوداد اكثر. الوداد يخدم كيخلي لي ديما المصير في يديها. لا المصير في يديها واخا تخسر لا المهم كيزيدها كيعاود يزيد يعطيها كيزيدها جوكر افضل احسن لا تيخليها ما توصلش تقدر توصل للدور 30 وهي بطل وهذا افضل. انا كنرجع معاك الجيد بزاف تقول الجيد ما كانش مستوى ما بانليش ما كانش مستوى دار شويه ديال لابيتراج ميزون عادي في التحكيم لان شكون سهل لابيتراج ميزون هو العوده الكليه ديال لاعبي اتحاد طنجة للدفاع. دونك الوداد خداو الكره وخداوها بشراسه دونك فورسيمون يكونوا بوكو دو فوت فورسيمون يسيفلي لي فوت كلهم جيد واش زيد بدل عطا شي بينالتي ما كاينش عطا شي بيت ما كاينش زوج شي بيت ما كاينش كان شي واحد خصو يخرج ما خرجش الاخطاء يعني الاخطاء المؤثره في التحكيم واش دار جيد؟ لا نهائيا ما يمكنناش نواخذوا على جيد اخطاء في وسط الملعب. 6 دقائق تيقولوا الناس كنظن وقف المباراه وقف المباراه توقفات تغييرات ثلاثه دقائق ديال طاح الحارس ثلاثه دقائق ديال شونجمون بالاضافه الى على الاقل ثلاثه دقائق في توقف المباراه طاح الحارس شنو فاش صوبوا له لك الضبانده في راسو 6 دقائق الوداد ما كانت الدقيقه السادسه يعني وكما كانش وقع هذاك الزلقه لا راه هي جوستومون هادشي الناس دونك بالنسبه للمقابله لا خليني في المنطق والنجم اخر نقطه في هذه المقابله تيرجع شبان لك السي اسامه تيرجع بالبونداج في الكوتو ما عجبنيش لان بان لي مازال ما داوا احنا بغينا اونجم في الفينال ما بغيناش اونجم لا في الفينال ولكن خصو يبدا يدخلوا اليوم باش يلاه يعطيه واش اونجم الاول في الفينال واش 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 فكره جيده ما عرفتش والله ما عرفتش ما عنديش المعطيات الطبيه الحقيقيه باش نحكم ولكن اليوم اونجم ما بانليش في كامل القوه سي بون سيدي الله راجع خايف لا ومازال خايف على رجله ومازال وخذا واحد الدقه اللي خفت عليها نعم يعني واش اونجم فوز تيران واش اونجم خصنا نجازفوا به في النهايه بصراحه انا ما يمكنش نجاوب على السؤال لان ما عنديش معطيات طبيه ولكن انت كنتي مع انه يدخل اليوم ولا يتسنى شويه قال لك عادي بجلو بليزيور افيرتيسمون دوني او جور دو ويداد لا لي افيرتيسمون كلير هما كلهم تعطاو واحد الكره ديال تظن تيدوي على الكارتي ولكن الكارتي بعيد على كان اليوم بعيد على النيفو ديالو بعيد على حتى النيفو ديالو كان عادي الشبكه ما يمكنش تعطي الكارتي افيرتيسمون هو بعيد لاكسيون جات بعيد على الشبكه لاكسيون جات قبل الصون ديال طنجة راه لافيرتيسمون هو اون اكسيون بروميتوز هو حمله يعني اللي هي واعده واش في الخطا ديال الكروتي كانت حمله واعده لا راه جيد ما كاينش ديال الاخطاء راه جيد راه حكم مستوى عالي جيد انسان معقول الا خطا راه خطا عطى لي كوفرون كلهم للوداد لان حتى طنجة ساعدته باش عطى لي كوفرون كلهم وكانوا دي كوفرون لوجيك لان الوداد ضغطات مشات بلي لاطيرو ديالها بجوج كانوا كيطلعوا ملي دخل الناهيري راه ضرب اربعة المرات على البوطو لماذا اعلن نهايه الشوط الاول قبل الخطا حقه يعلن نهايه لا كانت كره واقفه يعلن معلوم حقه الا كانت كره واقفه علاش بغيتي يعطيك الكوفرون علاش ما فهمتش انا ايوب نعيمي تيقول بزنات لا باج ديال فان دو شامبيونا il aurait dû reposer les joueurs sur les lieux d'éviter les blessures il fallait profiter de l'avance des points انا كنسولك السي ايوب لو دارها وكانوا بحال هاد النتائج كنتو غتقولوا واش ما كانش غنقولوا العكس مثلا كتبقى ديما تساؤلات كره القدم لا لا الخلاصه والدرس اللي خص الجماهير المغربيه تاخذوا من هذه المباراه ومن هذه نهايه البطوله هي ان في كرة القدم النتائج تلعب داخل رقعة الملعب وماشي في المقاهي ماشي في الصالونات وماشي في عند السماسرة النتائج تلعب في الميدان في الطيران انا تيقتلني بالضحك واحد شي واحد تيقول لك هذاك الماتش في الجيف ساهل هذوك ما كاينينش
ماشي لعابه ماشي لعابه ماشي باشا خريبقة في المباراه ديالها مع الوداد تكون مازال خصها حسابيا نقطه ولا جوج باش تضمن البقاء ديالها. نعم شنو اجي ما ديش ماتش ديال حياتها ممكنش. ممكنش. المباراه اللي بقاو الوداد كلهم ضد فرق اللي مازال عندها اما لعبه الثوازيام بلاص اما مازال ما فلتات اما بحال الكوكو. دونك الوداد عنده حل واحد هو خصو يفضي الشامبيونات مع لوسيكا. لا والناس اللي غالطين والرجاء عندها مباراه صعبه جدا تطوان. مباراه حياته وموت. الناس هذاك النهار غي واش ضد تطوان يدخلوا يخسروا مع الرجاء؟ سي با فاسيل. دونك ما خصناش ندويو على شي نتيجه قبل ما تكون في لا فوي دو ماتش. خصنا نفهموا بان الكره والغريب في الامر ان الجماهير تبعت عصبه الابطال. يعني عصبه الابطال كانوا فيها سته ديال المونتادا وي سته ديال النتائج غريبه في اخر دقائق المباريات. دونك كيكون ما هو مغربي فهو مدفوع للشك راك عارف. لا لا ما اللي دار الشك هو بحال الماتش ديال برشيد مع الكوكب هو الماتش الوحيد اللي دار الشك. تدخل جامعة يغير على عين برمجة فعلا ضغط الرجاء ومسبب ذلك وهل تحقق ما أراده فعلا إرادة الرجاء اللي شفنا المقابلات اليوم الكومبرومي اللي دار اليوم هو المينيموم ما يمكنش يزولوا الماتش اليوم تبع عصبة العصبة وافقت لأن طنجة قال واش غادي يدخل رئيس الجامعة ما بقاش عصبة عندها الكلمة لا حيت الرجاء طلبت الأربيتراج ديال الأوي خصو يدخل كان ملزم يدخل وي رئيس الجامعة هو أكبر سلطة تنفيذية في كرة القدم واش نخيبكم أي دولة في العالم في اي دوله في العالم رئيس الجامعه هو الاربيتر وي سوبريم اكزاكتومون دونك ما يمكنش ما كانش يمكن له نهائيا ياجل المباراه اليوم لان طنجه والجماهير ديالها كانت في الدار البيضاء ما يمكنش تاجل الحل الوحيد اللي جابوا الناس جاو داروا لونجاجمون دابا الخطا اللي دار النهار الاول كان يخليو الماتش تخريب كاع ويخلي ويديروا لي دو جورني حتى لا فان سيزون وسالينا يعني في ذاك البلاغ الجامعه شنو هو بالنسبه ليك يعني الميساج ولا بالنسبه ليك الخبر اللي مدعو عليه حتى واحد اليوم هو بعد استشاره الناخب الوطني ماذا يعني بعد استشاره الناخب الوطني يعني ان ما ياخذ حتى لاعب لا من الوداد لا من الرجاء غير الحارس ويكون قال لهم نخلي لكم الحارس تكملوا البطوله تكملوا تساليو هذه معناتها وي وهذاك انا اصدقائي قالوا لي الناخب قلت لهم غادي الحارس لا دابا داك الشك اللي كان باقي عند الناس سولوه اليوم بهذا بهذه البرمجه البهلوانيه ديال السي بكاوي الاولى نرجعوا للسي بكاوي نرجعوا كموضوع نبقى في البرمجه الاربيتراج ديال السي القجع اللي كيدخل دابا واحد قال لي واش خيبقى في الجيب انا ما قلتش خيبقى في الجيب لا ما كانش انا قلت الناس اللي تيقولوا خيبقى في الجيب غالطين وتا غنعاود نقول لكم تا سي انا بان لي بعض المرات في الكلام ديالنا بعض الناس ما تيفهموش شنو قلنا واش خصنا نبقاو نعاودوا بزاف الكلام في هذا التاي العام ولا لا 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 ولا في رمضان ولا شنو لا حيت ما يمكنش يقولوا لي ما لا ما اقوله المباراه الوداد مع خريبكا ستكون صعبه وصعبه وصعبه للغايه عندي رساله لك ونتمنى تفهم العمق ديالها والله حيت ما تحتش الوقت نهضروا لك في الاوف بزاف فيها انا تنستافد منك بزاف في الحياه ثق بيا هضره نقول لك نستافد في الحياه ماشي في الكوره في الحياه بغيت نطلع بغيت ما بغيتش نهبط بغيت نطلع المستوى بغيت الناس حتى اللي بغوا يتفرجوا فيه ما عندي حتى مشكل غير نقول شي حاجه لا. اللي غتفيد الناس انا باغي الجماهير اللي كاينه كثيره تتفرج فينا دابا وهذا شيء جميل شيء كثيره بغيت نتناقش معها بغيت نعطيها وناخذ ما يمكنش ندوز بعض الحوايج اللي ما عندناش ما نديرو ما يمكنش لينا ما يمكنش لينا نتحكموا في الناس اللي كتحك تهضر غير بالعاطفه مباراة الوداد مع خيبرا ستكون صعبه مباراة المغرب التطواني مع الرجاء ستكون صعبه كل مباريات صعبه وفي نهايه الموسم الكل وتنطلب من السي فوزي القجع يفكر في شي حاجه يزيد يكبر فيها الحماس السنه المقبله اكزاكتومون هي المنافسه خصو 13 ولا 14 يلعبوا مع وخص بوكوا با دي بلاي اوف خص بوكوا با اونتر لو دوزيام اي لو سانكيام بحال في سوبر كوب بحال لا في دوزيام سانكيام يلعبوا على شكون يمشي لعصبه الابطال واجي تشوف الكره كي دايره والله عرفتي علاش حيت من السانكيام ل 14 13 كاين البرد ما كاين والو كاين البرد كاين البرد وإلا سالينا السانكيام حنا فشي دار الدور 24 شنو نديروا؟ نبقاو نتفرجوا على الخساره كل ما تحمست البطوله كل ما تكون زوينه ثقوا بيا واللي بغى يديها يديها كل ما تحمست كل ما هذاك دابا الفرق يلعب على الثوازيام بلاش كيف حمسين البطوله الفرق عندهم خريب عندها 33 نعم يعني 32 33 هذاك الماتش اللي مع الفتح هذا الماتش اللي مع الفتح هي 33 دونك بين 33 والتالي اللي هو لافون ديرني اللي هو تطوان كاين 28
كاين خمسة نقاط وجوج وخيبره يعني تيطوان يمكن لا تكمل ب 34. ما معنى تيطوان يمكن لا تكمل ب 34 وكم كانت تكمل ب 34؟ ما معنى هذا الفرق بجوج كملوا ب 34؟ معنى ان الجيش وخيبره اليوم وواتزم مازال ما ضمنوش حسابيا البقاء. شفت واحد الجمله كاريكاتوريه ديال السياسي الاكزناي انا راه سي اسامه تعرفني مزيان شنو قال لي انا مازال تنقولها نبقى نقولها دائما بالنسبه لي وداد راه بطل ما تنقولهاش بهذا الخزعبيله ديال دابا اللعابه ديال وداد ناعسين متكين كيتسناو اميش كيقول باش غيدير عليهم الضغط صافا با كاع الا كانت عندي كاع الا كانت عندي كاع السلطه الا كانت عندي كاع السلطه انا راه فت تقول التخمين ديالي ما تقولش وداد بطل لا بالنسبه لي كانت انا ما هذا الكلام هذا ديال 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 هذا السي عزوز كيقول انا كيدافع على الرجاء نو انا ما تندافع على حتى واحد حتى انا ما عنديش حق ندافع على شي واحد نهائيا طب سبق ندافعوا على راسنا مثلا وعلى وليداتنا وعلى ازواجنا هذاك ندافعوا على الافراقيين اللي عندهم تاريخ وعندهم مثلا وعندهم كيان وعندهم كل شيء كلام فارغ الله يخليكم خرجوا من هذا النفق الضيق وهذا الخنق اللي ما عنده حتى معنى اللي سميتو رجاء وليدان خرجوا منه نترقاو شويه نترقاو نفوتوا هذا المستوى والله يثقوا بيا ملي غادي ترولاكساو وغتفوتوا هذا المستوى سوف تناقشون كرة القدم لان ما اكتشفتوه في واحد لقيته فاش خرجت من الراديو بديت كنمشي للجديدة ونمشي نتفرج في طنجة وكنتفرج في مدن وكان عندي واحد الفكرة على الناس اللي خارج وإذا بي أفاجأ بأننا يمكن بالاسباب ديال الامراض ديالي انا بعد شخصية ديال السكر وهذا بزاف الامور اللي غنتكون عند الناس هو كيفاش كنتفرجوا في كرة في الدار البيضاء ثقوا بي بان الناس خارج الدار البيضاء كيتفرجوا في كره احسن منا وباعين اكثر منا بزاف الناس لان قال لك سي حميد كراز ما بينك على ردك على بيان الكوكب اللي قال بان يقاضيك احسن ما يوقع لي في حياتي والكوكب تقاضيني انت قلتي ان الكوكب دار شي حاجه احسن ما يوقع لي في حياتي والكوكب تقاضيني انا باغي نمشي حدا شي قاضي صاحب الجلاله ونقول راه هادشي ما خصوش يبقى زيد القاضي راه ماشي معقول سي أسامة بدا معنا هنا في هنا في أوريزون لم يتهم أحد تكلم على مباراة أثارت الشكوك عند الجميع وإلا ما إلا ما تكلمناش على المباراة خصنا نمشيو بحالنا معنا ما نديرو في الصحافة تكلم على مباراة أثارت الشكوك عند الجميع ولنا احترام ديال الجميع لأن كاين بزاف د الحوايج اللي في المباراة الناس لا كاين الحوايج كاين المغربية الألعاب والرياضة زولات المباراة علاش زولات المباراة لأن وقعوا بعد تخمينات ذاك المباراة وبعد دي باري كبار ما غير مفهومين في ساعة ونص دونك ما يمكنش كنتسناو التقرير كنتسناو دابا غادي تفتح تحقيق كنتسناو التقرير نورمالمون غادي تطلب رسميا من هاد الناس هادو ديك الساعه اللي عنده شي حق راه غادي ياخذوا لا اقل ولا اكثر غنشاركوا بعض الاخوان الا سمحتي السي اسامه ومن بعد يدخل معنا السي محمد مغودي في النقاش ديال هاد المساله ديال تغيير البرمجه وباش نبقاو ديما في الافكار لان الافكار هي اللي كتولد نقترح عليك تتصل بالسي محمد ما كاين مشكل سيدي نشركوا الناس يتناقشوا معنا سيدي هذا اقتراح باش ما غادي نخليه يرتاح حتى هو شويه مع العائله ديالو قال لك سيبيل الحي كان قزم تحت طنجه ما كاينش شي واحد اللي دافع تحت طنجه في المغرب وتحدى الجميع قد اسامه بن عبد الله شكون اللي قزم تحت طنجه قال لك انا قزم تحت طنجه عمري ما قلت قال لك حيت دخلت تحت 53 باش دات البطوله 54 قليله ما عمري قلت هذا الشيء قلت بالعكس 53 معناتها البطوله قويه واسامه داز معايا في دي بلاطو كثار ذاك العام وتيقول لي احسن فريق هو تحت طنجه لا وفقاش قلت لك ندير البطوله مثلا انا الحق تنقولوا ماشي حاجه اخرى ما معنا على الخط مباشرة الناقد الرياضي والصحفي سي محمد مغودي اهلا سي مغودي مساء الخير سي حميد ومساء الخير اسامة ومساء الخير كل المتتبعات والمتتبعين الله يبارك فيك كنعطيو ديما الحق للناس المواليه اليوم مباراة درس اخر في ان الناس مابقاش تشكك في النزاهة ديال الاخوان اللي تيلعبوا لا ديال اتحاد طنجة ولا لان كانت مباراة 100% ديال الرجولة والقتالية والشهامة ديال اللاعبين هو سي حميد امين اولا خصنا نوضحوا جوج الحوايجات هو ليس كل من انتقد البرمجه شكك في تفويت فريق اتحاد طنجه للمقابله الوديه اطلاقا هذه ثقافه ديال بعض الاميين وبعض الجهاله من طرف بعض الجماهير المغربيه وايضا حتى من طرف بعض التافهين في الاعلام الرياضي المغربي حنا احتجينا على البرمجه لان ما قبلناش المقابله كانت من اجل نهار الخميس حيز المقابله الخميس وجاو حطوا لنا المقابله ديال نهار الجمعه اعتقد ان اذا كاين شي واحد متضرر من هذا النقاش اللي دار على البرمجه وديك المسائل هو فريق الوداد الرياضي واعتقد ان النصري لم يحمي فريق الوداد الرياضي لان لو
فكر بنوع من العقل وبنوع من الرزانه كان يبرمج اللقاء يخلي اللقاء ديال يوم الخميس وليس اللقاء يوم الجمعه. بالتالي انا كنقول المقابله ديال اليوم كانت مقابله ديال كره القدم، كانت مقابله فيها ديال التنافس، كانت مقابله ديال الاحتكاك باللاعبين، كانت مقابله ديال المدربين، كما كانت مقابله ديال الوداد مع بركان. نعم. دونك المقابله انا اللي بغيت نسطر عليه ليس من احتج على البرمجه شكك لا في طنجه ولا في الوداد. لا حتى واحد، ما يمكنش. واضح. نعم. لا تناقش ما سي ما غادي خلينا نناقشوا الافكار اللي سمحتي الله يخليك. غتعرف مزيان سي اسامه تنتجون الافكار لا ننتج الخزعبلات. خلينا ننتجوا الافكار وديك الساعه اللي بغيت يتقلق ما عندنا ما نديروا. كما هضرنا انا والسي اسامه البرمجه تم تعديل بتدخل ديال الحكم اللي كان هو رئيس الجامعه واللي رد الامور. اشنو بالك في التعديل والتدخل واقحام رونار في التدخل في البلاغ الخاص بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم؟ اولا انا انت استعملت كلمه تدخل الحكم اللي خصو يتدخل في فوز القرعه. انا العتاب اللي عندي على فوز القرعه هو انه تدخل متاخرا بشكل نسبي، لان من المفروض فيه بمجرد ما كان تفتح النقاش على البرمجه كان هو اللي يحل عينه الاول، هو اللي يحل ودنه مزيان. وخاصه انا عندي على علم بان المحيط ديالو نبهه لخطوره ما يقع. وبالتالي انا كنقول صحيح هو استدرك، ولكن استدرك بشكل متاخر، لان كاين اضرار ديال هذا الاستدراك، كاين الاضرار ديال هذا النجاح خاصه على مستوى الدوره الاخيره، لان بعض الانديه الوطنيه اللي عندها اللاعبين الاجانب ما يمكنش تحكم فيهم. رونار ممكن يكون عنده الصلاحيه في اللاعبين ديال الفرق الوطنيه، ولكن ما عندوش صلاحيه في اللاعبين الاجانب داخل الفرق الوطنيه الاخرى. دونك الدوره الاخيره غادي يكون فيها ضرر. ولكن شنو اللي كيهم فهادشي كامل سي حامد امين والعزيز اسامه بن عبد الله؟ اولا هاد ما قامت به الرجاء انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، افضح لجنه البرمجه والعباس التي تشتغل به، لان ما يمكنش يقبل العقل كيفاش لجنه البرمجه كانت مبرمجه لك نهار الخميس، شويه بقدرته قادر توصل نهار 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 الجمعه، شويه الان دابا رئيس الجامعه. انا كنعتبره هذا اعتراف رسمي وعلني وجهري من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باعتبارها هي الجهه الاعلى على مستوى كره القدم، بان ما يقع في العصبه ليس سليما ولا يمت بسرج القانون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان السي فوزي القجع، وهذا هذا السكوب نعطيه لك السي حامد امين على في البرنامج ديالك تستاهلو. واليوم كانت نهايه ديال عبد الرحمن البكاوي. هذا هو اللي بغينا نناقشوا، لان عبد الرحمن البكاوي اظن بان غيصبح صعيب في المعادله ديال البرمجه حاليا. هو كاين نهايه فقط مع نهايه الموسم الرياضي، خلوا نهايه الموسم الرياضي باش يسالوا الموسم الرياضي سينتهي بانتهاء البطوله. دونك هذا الربح الثاني. الربح الثالث هو ان انا بالنسبه لي فريق الرجاء الرياضي كسر واحد الجدار ديال الخوف من ديك البعبوع ديال العصبه، لان فريق الرجاء الرياضي ملي مشى لهذ المعركه ديالو مشى معركه ديال التغيير، وحنا ملي كنقولوا الرجاء مشى في معركه التغيير سنكون حذرين، لان لن نقبل باي جهه ان تغير لمصلحتها، بل ان تغير لمصلحه كره القدم الوطنيه. بمعنى ان في حاله الرجاء الرياضي اللي كانت غاديه في الطور ديال التغيير راه ما نقبلش كما غودي انا ولا كمجموعه من العلماء النزهاء ان في واحد المرحله تولي الرجاء كتستغل ديك القوه ديالها في التغيير. دونك التغيير يجب ان يكون لصالح كره القدم الوطنيه. ايضا الحاجه اللي جميله ايضا في هادشي اللي وقع في البرمجه هو ان مجموعه من الانديه الان غتولي هي تحتاج على القضايا العادله. كل قضيه عادله حصلت فيها ظلم ستحتاج عليها، ومن المفروض ايضا على فوزي القجع كرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان لا يسقط في نفس الخطا، بل يجب ان يستدرك الامر في وقته. المساله المهمه جدا فهاد الشيء كامل السي تفضل السي حامد امين واللي كنعتبره انا هو فريق الرجاء الرياضي قدم درسا نموذجيا في هذا الشهر المبارك لقيمه المؤسسه. اجتمع المكتب، ناقش، قرر، راسل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، راسل العصبه الاحترافيه. ثم اكثر من ذلك حينما اراد ان يقرر قرارا كبيرا التأم برلمان الرجاء. هنا شنو الصوره اللي كتعطيك؟ كتعطيك الصوره بان فريق بروح
والفرق حينما يكون بروح لا خوف عليه. وبالمقابل هذا اللي كيخلعنا للفرق الوطنيه اللي ممكن تكون دابا قويه على مستوى النتائج الرياضيه، ولكن ليست فرق مؤسساتيه، بمعنى انها مرتبطه بالاشخاص، يعني بمعنى ستسقط بمجرد سقوط الرؤساء التي يدعمون. انا كنعتقد كان ربح، وانا بالمناسبه ما غاديش نهضر على راسي ولا نهضر على اسامه، ولكن اهنئك سي عميد امين لان كنت من الاعلاميين الذين خاضوا معركه احترام القانون، معركه الشفافيه، انا بالنسبه لي معركه العدل، معركه تكافؤ الفرص. بالنسبه لي سي اهنئك وسمي محمد مغودي وسي اسامه، كنقول بانني خدت موضوع عادي، لان العادي هو اللي تكلمنا فيه، ما خصو يتقلق حتى شي واحد. ومن بعد ما قلناش الناس خاصكم ديروا هزين عليهم مثلا شي فرديد الرقابه، ولا سمحوا لي على المصطلح، هذا موضوع عادي بالنسبه لي، موضوع عادي. الا تحول المعركه كيف ما قلتي فاخاف على الكره المغربيه اكثر. الا تحول انا نمشي معك ليكستايم، غنقول لك الان بان الخوف السي حميد امين ما بقاش عندنا من المسير الفاشل اطلاقا، بل اكثر من ذلك ما بقاش عندنا الخوف من المسير الفاسد. الان المعركه المقبله ديالنا هو مع الاعلام الفاسد الذي يحمي المسير الفاسد. ما بقاش دابا كاين المسيرين ما بقاوش كيدخلوا معك في المعركه. علي بما انك انت رجل تحب المؤسسات، بغيت السي اسامه اسمح لي قاطعتك، هذا الشيء ما تظنش ان خصنا نناقشوا في مؤسسات هنا الاعلاميه اللي هما الجمعيات الصاهره وهذا ناقشوا بيناتنا، اذا كان فينا الخلل خصنا نهضروا بعضياتنا ونقولوا راه حنا فينا الخلل او لا. سي حميد امين، سي حميد امين بكل مسؤوليه وبكل اخلاق وبكل احترام اللي بيناتنا في الجامع العام الاخر ديال الرابطه المغربيه الصحفيين ناقشنا هذا الشيء، ناقشنا قلنا كاين خصنا نحافظوا على الرساله النبيله ديال الاعلام الرياضي، خصنا نبقوا محافظين عليه. لان اذا حافظنا على الرساله النبيله ديال الاعلام الرياضي راه ما غنبقوش نسقطوا في المتاهات. دابا واش انت قلت لي واحد الجمله جميله، قلت بان كتناقش شي امر عادي. دابا هذا امر عادي وشوف كيف وصلنا فيه، تصور لو كان امر فيه شك، فيه جدل، فيه مصالح كبرى ديال بعض الانديه الى غير ذلك، راه غادي تنزل الحرب. راه حشومه. هذا امر عادي. انا اللي عجبني هو ان فوزي القجع، وغادي نعطيها لك هذا معطى اساسي، فوزي القجع في نقاش بالامس مع بعض الفاعلين الرياضيين انتبه لما وقع وتدقق فيما وقع، وعاد ايضا واستدل بمجموعه من المداخلات لبعض الاعلاميين وقال بو هادشي ماشي صحيح. لذلك انا بالنسبه لي اليوم، الذي انتصر هو كره القدم الوطنيه، الذي انتصر هو الثق اللي خصو يكون في كره القدم الوطنيه، واللي انهزم بشكل عام هو من كان يريد ان يخرب كره القدم الوطنيه بسلوكات طائشه. هذا رايي. نعم سي اسامه. انا ملي تيكون تدوي سي محمد المغودي بصفه عامه تيعجبني نسمعوا، لان اسمح لي انا قاطعتك كمان باش نتسائل انا وياك، لان كلامه واضح بزاف ومنطقي، و انا ما عندي ما ندخل في القضيه. تنظن انا كتبت واحد الزدوينه بان الصحافه الحره، الاعلام الحر، هو المنطق انتصر. بالنسبه لي المنطق اللي انتصر، والا جينا بحال اللي قال جينيرال دوغول الله يرحمه، ولا جينيرال دوغول قال لهم سي جو دوا جيري اي ديريجي لا فرانس بارابور ا تو لي فروماج كي اكزيست دون شاك ريجيون جو ناريفري جامي، باسكو اي منطقه في فرنسا تقول لك الفروماج ديالي هو احسن فروماج. دونك نجيرو راه ما يمكنش نجيرو الكره على الهوا ديال اي واحد تيبغي شي فرقه، لان كلشي تيبغي فرقته. نعم. دونك ما يمكنش نجيرو الكره بالقانون والمنطق والعدل. الا ما كانش العدل في الكره ما يمكنش الكره تزيد لقدام، ما يمكنش تزيد لقدام. اتتفق مع الخبر اللي تكلم عليه اسمه المغودي ديال السي بكاوي، واش غيصبح مقامه صعب؟ لا 100%. انا بالنسبه لي السي بكاوي نظرا للخدمات التي اسدى للكره ولا للرياضه بهذه 40 عام، السي بكاوي كان 40 عام في الرياضه ما بغاش يقول اليوم لا يعاون، ولكن تنظن زمن البكاوي قد ولى في البرمجه. لا يناقش. سي مغودي، هل زمن السي عبد الرحمن بكاوي فعلا ولى كمسير كشخص لنا منه الاحترام؟ تفضل. سي حامد امين، انا كنقول لك هذه خبر يقيني، هذا ماشي تقدير. التقدير كان عندي، التقدير ديالي هو ان السي بكاوي تعطلنا عليه. هذا هو التقدير ديالي، تعطلنا عليه بزاف.
انا كنقول الان تلكاو انتهى بشكل رسمي في انتظار الاعلان الرسمي، بمعنى ان اليوم منين جا وبينوا له وبان فوزي القجاع بان كاين ترميم في البرمجه، ما كاينش القانون، ما كاينش كلشي، ولا دار تعديل وتعديل الشيء. حامد امين راه ماشي ما عندوش اضرار، راه عنده اضرار كثيره. اضرار كثيره. انا نقول لك عقيده، انا واحد اللحظه قبيله ملي شفت جمهور الوداد كيضرب ديك القراعي وديك المسائل، راه الله يكون في عونه، لان جمهور الوداد الان كيعتبر فريقه هو مستهدف. الرجاء جمهور الرجاء كيعتبر فريقه مستهدف. جمهور الوداد كيقول لك واحد الحاجه سهله، نعم كيقول لك كيف كاودي دونك هاد اللخبطه ديال البرمجه راه اساءت لكره القدم الوطنيه، وراه خلقت لنا واحد المشاكل كثيره في كره القدم الوطنيه. احنا كاعلاميين الان كنعانيو لا من السب ولا من الشتم ولا من القذف ولا من التهديد، نتيجه تياش، لان الجمهور المغربي ما بقاش كيعرف فين كيتصور دابا، ما بقاش كيعرف فين يمشي. ولكن احنا مع الوقت، انا وأسامة في النقاش ديالنا ومعك ذاك المره كنناقشوا، كنقولوا اللي كان اللي المستفيد من هذه المعركه هو الوداد، لانه دابا هو جلس. نعم. غادي يحضر بشكل كبير لفريق الترجي الرياضي التونسي، ولكن بالمقابل راه خسر في هاد الجدل اللي وقع وهذا النقاش وديك المسائل، ما بقاش تنفسيا ما بقاش مركز على المقابله. انا بالنسبه لي مسؤول الوداد الرياضي لم يحمي فريقه من هذه اللخبطه ديال البرمجه، كان هو اول واحد كان خصو يتصدى لهذه البرمجه هو سعيد النصيري. نعم. هو اللي كان خصو يتصدى، يقول لهم لا انا غنلعب الخميس وسيدي وما غنلعبش الاثنين ولا الاربعه. واش كتعتقد السي حامد امين لو ان فريق الوداد الرياضي لعب البارح؟ نعم. ونظر فوزو على شي برمجه وديك الشيء، كنا سنقاتل من اجل ان يكون مريح ان يستريح. كاين واحد القضيه اخرى سي محمد اللي ما جاتنيش الفرصه باش ندوي عليها. بعض الوداديين تيعتبروا تيقول لا واش ما بغيتوش تدافع على الوداد وهي لعبات تشامبيونز ليغ. بالعكس، البرمجه الملخبطه هي اللي جعلت الوداد تضيع نهار في البريباريسيون تشامبيونز ليغ، لانها كانت تلعب الخميس تبقى تلعبها الجمعه. فوالا. وزدقات لعبها دابا ثلاث ايام من بعد الفينال ولا اربع ايام. كيف ما كانت نتيجه الفينال ولا نتمناها انتصار ان شاء الله، غيكون مباراه صعبه اللي تلعب الوداد، وكان لعبتي وكان احسن ما كان يكون تلعب الوداد الخميس والاثنين البطوله كلها، وتكون قويه المباراه هذاك. ما كانش ما كاين مشكل، هتلعب الوداد الخميس وتقال البطوله كلها لما بعد النهايه. وعقل على كلامي التقنيه السي محمد، دونك ملي شي ودادي تيقول لنا ما دافعش على الوداد، ما فهمتش. حنا ما قلناش الوداد خسارة بدات تلعب ما تأجلاش، حنا قلنا علاش الوداد ضيعت نهار وسبقات مباراة على مباراة أخرى، علما أن طنجة لعبت الصف الثالث ودابا طنجة راه باعت، لأن التعادل اليوم تتعطي الفرصة الأولمبيك أسفي التعادل وتبقى سبقها بثلاثة نقاط، ثلاثة نقاط بين أسفي وطنجة نهاية غيكمل لك نهاية منافسة طنجة على الصف الثالث، لأن أسفي حسم طنجة في النسبة الخاصة. نعم، وانا عندك خبر ان اتحاد طنجة دابا كيقلبوا على الفتح باش يديروا معاهم اتفاق ويلعبوا قبل من التاريخ اللي تحدد، باش ينهيو الشامبيونه ديالهم قبل، لان ما بقاوش ما ضامنينش بان اللعاب يقدروا يشدوهم او يرجعوا لهم. كيف توجد على المشكل؟ كلش عندنا المشكل، دوز مع دابا طنجة تيقلبوا على الفتح الرباطي. دابا طنجة تفضل. حميد راه تا واحد الخساره ما انتبهناش ليها بزاف ديال الفرق الوطنيه، الفرق الوطنيه راه كان على حسب البرنامج اللي كان عندها النهار الاول، كانت متفقه مع الفرق ديالها فوقاش غيحبسوا العطله، فوقاش غيمشيو العيد، فوقاش غيمشيو. راه دابا راه كاين حتى تكاليف ماليه انضافت. انا غنزيدك اللي انضاف هو انه غادي نساليو في لو 14 غنساليو. كتعرف بان الشامبيونز يقول كاف راه يبداو هذا العام في لو بروميي اوت، في الشهر الاول شهر 8، يعني خصك على الاقل دير ثلاثه الاسابيع ديال التحضير ودير مقابلات. امتى غيرجعوا باش يديروا ثلاثه اسابيع ديال التحضير؟ امتى غيرجعوا هاد الفرق يمشي يدير حساب؟ ما كاينش حل. كيبقى دابا خاص يديروا ملتمس للكاف باش يتاخر. لا هذا الموسم استثنائي كان فيه جوج كؤوس افريقيه، العام الجاي تعوض هذا الشيء، ما يبقاش الكالندري فيه جوج كؤوس افريقيه. نعم. علينا بالنسبه عقل مزيان الامور التقنيه وسي اسامه الوداد الرياضي، واتمنى من الترجي يشوف مباراته اليوم ويبقى حاسب على الوداد اللي كيشوف اليوم، لان ثق بيا بان بزاف اللعابه استعادهم فريق الوداد، منهم بابا توني ومنهم اللاعب جبرا الذي يقاتل على مكانته السعيدي، ومنهم تال حسون اللي دخل اليوم وكان عنده هدف، ومنهم ماهر اللي دخل وحس بان راه بلاصتو في خطر. كنظن بان الوداد غادي يكون شرس جدا مع الترجي، وعقل على كلامي مزيان السي محمد غودي والسي اسامه والجمهور، الوداد غيكون شرس، غيكون شرس. لا اشك في هذا. نعم. انا لا اشك نهائيا
وغادي نقول لك من الان احنا بعدما انتصرنا لمعركه القانون الان سننتصر لمعركه الروح الوطنيه والانتماء للوطن، سننتصر للوداد وسننتصر لبركان. لان ابتداء من هذه اللحظه سي محمد باش هذا الكلام ديالك نبلورو ونفهمو للناس ابتداء من هذه اللحظه ويداد. نحن بركانيون ووداديون الى 31 مايو ومن بعد نعاودو نهزو الدينا ونقولو لك غدا ماشي لبركان وماشي السبت الجاي لمصر ومن مصر غنمشي لتونس وساكون قلبا وقلبا مع البركان والوداد. من بعد يتسالى 31 ماي سنعود للبطولة الوطنية واللي بغى يديها مرحبا به واللي بغى يطيح الله يعاونو. عندي انا فقط سي حميد امين انا عندي واحد الرساله بغيت نبلغ المناف مناف لان دابا المقابله ديال المعيد البدني دابا انا كنقول سي مناف دابا ماشي اللحظه ديال الخروج الاعلاني، اللحظه ديال التصاور، اللحظه ديال الدموع، اللحظه ديال دابا اللحظه ديال العمل. مفروض عليك تخدم وتشتغل باش يكون فريق الوداد الرياضي في الطوب ديالو في المقابله ديال النهايه امام الترجي التونسي ذهابا وايابا. الله يخليك دغدغه العواطف ما عندنا ما نديرو بها. حنا دابا الوداد يساوي البطوله دابا غيتكونسونطرو على الماتش ديالهم. هاد الضغط البطوله يساوي اللي كان الضغط في التالي اللي داروه لراسهم. فوالا دابا حنا كنا اللي قلنا لهم في مباراه الجيش ملي كنتو رابحين 1-0 فهاد ما تزيدو الضغط بحال درتيو اليوم مع طنجه وتزيدو البيت الثاني وتربحوا المباراه سهله. ماشي شكا على الشراسه ما عجبوش. اما الهزيمه مع بركان والتعادل اليوم جاني عادي. لا جيتك على الشراسه اليوم اللاعبين الوداد تيقوا بيا كانوا شرسين كانت عندهم الشراسه ما هادشي حتى في بركان يا حميد. نعم كانت عندهم المقابله ديال بركان كانوا وهذا ما عقل مزياش كنقول لك ما سيفاجئ ترجي يتوقع تقبيه يتوقع مباراه تقنيه التي تتوقع مع عند البنزرتي وتتوقعك عنده ريفيرونس هو الرجاء باش يلعب معاه. الرجاء يلعب معاه ولعب معاه مباراه تقنيه. الرجاء عاف راسو بدنيا فريق الرجاء الرياضي ماشي في الطوب فلعب معاه على بوسيسيون شد الكره. فريق الرجاء الرياضي خذ الكره باش يحافظ على اللياقه البدنيه ديالو. الوداد الرياضي مستعد للاندفاع البدني بقوه وعقل مزيان على المقابله كي غتكون ديال من فريق ترجى ان شاء الله. شكرا سي محمد مغودي. شكرا مرحبا بك ليله سعيده. مرحبا شكرا لك لينا وليكم. شكرا كذا سي اسامه كخلاصه لهذ الامور كامله اللي تكلمنا عليها. ماشي فقط سمحتي لي عندي شويه الاشاره لراسي فحيت الاسبوع اللي من بعد الاسبوع الجاي ما نكونش نكون بين مصر وتونس فمع المغودي عندي جوج حلقات استثنائيه السيمانه القبيله الثلاثاء والجمعه. مرحبا ومعك الاثنين والخميس عندي البلان السيمانه الجايه باش نمشي واجد باش نمشي ان شاء الله لمصر وتونس. حنا اللي عارف انا ان شاء الله نتلاقاو في تونس اللي عارف لحد الساعة ان شاء الله. نعم. وغنشوفوا الإدارة نهار الاثنين إن شاء الله ونشوفوا شنو أنا دابا بركاني. نعم لا تناقش حتى الاثنين لا الاثنين أنا ولي ودادي وعاود الجمعة بركاني. نعم ريبوندي ما كيسيون خويا عطيني لا كيسيون ديالك ون فو ريبوندر بور كي ريزون مي ديت كون هو كي شامبيون بور دي ريزون دو كالكول لحد الساعة باقي لو كالكول كله. لا برونوستيك برونوستيك مي دو كالكول لا زيد برونوستيك الوداد ني با شامبيون ماتيماتيك. الوداد خصها تلعب لي دو ماتش باش تكون شامبيون. نعم. ولا تربح في الماتش ديال خريبكا. غادي نبداو بعض المكالمات السي اسامه نشاركوه معنا. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو وي السلام عليكم خويا امين. مرحبا اسم المدينه. معك يوسف من الدار البيضاء. اهلا سي يوسف تفضل. تحيه لك وتحيه لاسامه. شكرا سي يوسف. المهم انا اللي بغيت نقول يلا سال الماتش على الوداد. أيه. واحد الضغط بزاف هاد الايامات. انا اللي بغيت نقول كيف قال اسامه واحد الكلمه قالها عجبتني. نعم هي ان حنايا من لوم راسنا غير على ذاك الماتش اللي هبطنا فيه يدينا ديال لي فار. الماتش ديال الجيش هو سي لا ويا في فوت بروفيسيونيل ماشي في هاد الماتش التاليين ماشي في هاد الشيء شي كونتر بركان اللي دايو نهار لي فار باش عطيو لكل واحد حقه. فوزي البنزرتي بغا يتسطى بالتخليقه. نعم بغا يتسطى وبشحال واحد قال زاد فيه. لا ما زادش فيه لان عارف كيحسبوها لان لي فار رابح حتى لي فار بقى لاعب الريتم ديالك ديك الساعات لي فار تلعب ريتمك ورجعت وما عندك ما دير. لكن ماشي دير لي فار صافي سال الماتش شي فورماليتي واش عارف لان كون ربح لي فار اليوم شنو كنت لي هضره اخرى هادشي اللي كاين دونك عرفتي دابا المشكله اللي عندنا حنا دابا في جمهور الوداد. اول حاجه بعدا شي هذا الله ياخذ الحق في هذه البرمجه بعدا اللي خربقات كل شيء خاصنا حنا براسنا جمهور الوداد اللي الناس كيسحابوا الوداد من الساف راه حنا ما فهمناش كيفاش حيد لينا خريبكا من نهار الخميس. انا بعدا بوغ موا ومني قلنا انا والمغودي راه البرمجه راه تسيء اولا بالوداد الناس ما فهموناش
لا لا دراتنا حنا الاولين، معلوم دراتكم هي الاولى الدرات، وكان لعبنا مع خريبك بعدا ما نضيعوش 5 ايام في البوليميك الخاويه. وانا تيق بيا سي اسامه شي انا لو كان عليا غادي كاين مهناف كاين بريباراسيون الناس كيخدموا مزيان. عطيني اخويا خريب قال الخميس وعطيني طنجه نعطيني وخليني كومبيتيتيف خليني غادي معاهم في الريجن. هادشي اش من هادي عطيني سيمانه ولا ماشي سيمانه؟ سيمانه راه شوف شوف كيف ما قلت هذيك النهار شوف البارسا مع ليفربول راه خلصوا الضريبه ديال السيمانه وهما مرتاحين. اكزاكتلي راه الكره هذه الكره قد ما طلعتي في لا كومبيتيتيفيتي قد ما كنتي مزيان. برافو عليك انا اتفق معاك. حاجه وحده اللي بغيت نقول دابا زعما الله يسهل علينا في هذه الكاس هذه ديال العصبه ان شاء الله ما يكونوش خير. صعيب صعيب بزاف نلعبوا ابخي 4 جوغ سوا كنا رابحين سوا خسرنا لا كوب لايستر راه سي ديفيسيل لعبوا ليله العيد على قبل الماتش ديال البطوله مع قريبكا من ورا الفينال انا ما عرفتش هادشي اللي كيبان لي والله اعلم. متفق معاك شكرا لكم. شكرا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. سامين والله يبارك سيدي اسم المدينه هشام كافا. انا سي هشام. سي اسامه بونسوار. بونسوار سي هشام. الله يبارك فيك خويا. عندي دو بوان جو انترفيني غير في هاد البوليميك دغنيامون ديال هاد البرنامج او هاد البروغراماسيون و كيسيون ديال النيفو ديال لي بون دي شوف انا شي وحدي ما عرفتش واش قراو الصحافه ولا ما قراوهاش لانه انا اومون هذوك الاذاعات علي. شوف 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 الاخ ديالي سي هشام خليني انا خليني نبقى معايا سي هشام. هذا الموضوع بالضبط انا ما نجاوبش عليه. اكزاكتوم راه شفت 50 ما نجاوبش عليه. انا ما يمكنش نجاوب على شي واحد اللي الا قلت قريب كان بحال ولدي. ما نجاوبش ما نجاوبش سالينا. بالضبط ما نجاوبش ما نجاوبش. تفضل فالله يخليك ما تدخلناش في هذه. انا ما نجاوبش قلتي لنا على الموضوع الثاني وامشي معاك بعيد. سي هشام انا ماشي صحفي انا طبيب انا تندير الصحافه وما واحد الناس يتبعوني بهاد الارقام الجميله نبقى نديرها. منين الناس ما بقاوش منين الناس ما بقاش يعجبو ما نمشي بحالي انا نرجع للكلام. انت كديرها بريفي يقدر واحد يفرشك غير ما يفرشك. اكزاكتومون سي هشام رجع معايا للبرمجه الا سمحتي. الله يخليك رجع معايا للبرمجه الا سمحتي. البرمجه اخويا انا بون هذيك العصبه سي شون اسوسياسيون كتخلص من فلوس الدوله واش هاد الناس ما قدروش يريكروتيو دي كادر لي في المستوى وهني وانا ما تصنع ما يديروا لا رئيس هادي ديال الاخر ولا ديال هاد. لا il faut recruter des cadres et ne plus subir les pressions. وي دابا اللي بغى يقول السي المغودي قبيله ودا السمور الكرام وان الراجل اللي دارت هاد دابا هاد الحرب والاصلاحيه ديرها باش تستافديها. لا لا من بعد ما بقاش نتقبلوا من الرجاء داك البلاغات اللي ما نبقاوش تقبلوا من رجاء الضغط على البرمجه وما نبقاوش تقبلوا من رجاء طلب تاجيل المباريات. فخص خص خص هاد الحرب الاصلاحيه تعطي بها المثل براسها هي الاولى في المستقبل. وما عندك واحد القضيه بزاف الراجل تلاقيت معاه وتيقول احنا دايرين الحرب على العصبه. قلت له علاش غاديروا حرب على العصبه مثلا هادو اللي كيفاش كيفسروها؟ لا العصبه خصها تشدوها بحال زيك. قلت له لا الا كان انا خرجوا مثلا نقول لا سي ناصر سمح لنا انت رئيس دول خصك تكون تما ما خصش يكون رئيس الرجاء تما. خطا فادح يكون رئيس الرجاء تما مثلا او شي واحد اخر الا دارت حيت الا كانت غيكون يخرج رئيس باش يدخل رئيس الرجاء غيبقى رئيس الوداد. دابا واش الناس كتقلب السي امين واش الناس كتقلب على البروفيل ولا كتقلب على لا 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 ولكن قانونيا قانونيا وانا كنت مع القانون مع المشروع القانوني النووي المتوكل الله يذكره بخير ما خش رئيس العصبه يكون لا من الرجاء لا من الوداد لا من الجيش لا من الفرق التي تنافس الالقاب. خص رئيس العصبه يكون اما راجل مستقل ولا فرق لا تنافس كل سنه. واش نحسن الاسبان؟ واش نحسن فرنسا اللي عندها اون افوكات رئيسة العصبه؟ علاش اخويا هذوك الاسبان اللي معهم واحد ما متابع حتى فرقه ودير سميتو العصبه بوحده ودير لافيغا؟ لا كان فرقه اي مي دخل ما بقاش ما يبقاش. علاش دابا هذا وهذا هو المستقلين حتى نويل لو غريت فرنسا راه كان رئيس ديال كانكون ولكن منين خدا العصبه في الاول ساق المكانكو ومنين عاود دابا خدا الجامعه ساق المكانكو. سي عادل العلودي راه لغه الخشب ما فيهاش بكره الرجاء والمزيانين باش نعجبك
ماشي لغه خشب هذا واقع. انا معس انا فهمت واش بغا يقول. قال لي هذه لغه خشب نو. الا غنقولوا مثلا السي سعيد الناصري راه انت رئيس الوداد ما خصكش تبقى رئيس العصبه، كنقولوا هذا السي زياد اللي غيكون مثلا. قالوا لي تبدل ماشي الناصري. اكزاكتومون. وثانيا انا لا اللي بغى يفهم انا لا اخذ على الناصري نهائي البرمجه. وي. البرمجه كنقول فيها البكاوي، وإلا كان البكاوي تلقى ضغوطات مع الناصري هذا شغل البكاوي ماشي شغل الناصري. لا لا واش هاد هاد العصبه شنو اسوسياسيون ياك؟ وي ملي كتخلص ملي عندك كابيتال فلوس الدولة. لا فلوس الفرق ماشي فلوس الدولة بوحدها. باردون؟ ماشي فلوس الدولة بوحدها، كاين حتى فلوس الكرة ديال النقد التلفازي وديال الإشهار وديال الاحتضان. التلفازي عطيني على الفكرة سي هشام، عطيني على الفكرة سي هشام. أنا واش هذا ما عندناش أن بيدجي ديال باش تخلص عشرة اللي كادر نجيبهم مزيان ما كيعرفش. صافي وي خاص التفكير، ما كنظنش بأن السي شكرا سي هشام، السي قجع اللي عنده واحد الرصيد معرفي كبير، ما كنظنش أنا غيبة عليه هذه المسألة. أولا مثلا غي باش نتكلم هذه القضية اللي كيتكلم عليها السي أسامة، أنا راه مع السي أسامة في الطرح، كنعرفوا مزيان شكون هو لا الشخص ولا المؤسسة. بزاف ناس كتشوف أن الوداد تستفيد لأن رئيسها، وهذا هو الخطأ. خطأ. نعم. أنا النهار اللي الناصري جاي يتقدم للعصبة قلت له ما تقدمش. قلت له لن تخدموا مصالح الوداد في العصبة، ستخدموا مصالح الوداد خارج العصبة. لان انت الوداد انت ما عندك ما دير تكون في قلب الطبله باش ها الرجا ما كاينش في العصبه، ومنين جا خصها الضغط غير ضغطات. نعم نعم. وفي الاخر تيولي هو خصو يدير التضحيات لا هو ولا بركان بيان سور. كاين بزاف الناس تيسولون على احدى الشغائب اللي وقعت اليوم في مباراه الوداد. لا 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 على حسب كيكون غرامه. لا على حسب على حسب شنو يكسب الاربيط وعلى حسب السوابق. ما القانون ما عندناش حنا باش نعرفوا شنو يدار، خصنا نشوفوا الرابور ديال جيد، وخصنا نشوفوا في لو جي دو بيير واش الوداد على سوابق ولا عندها دي ماتش يتسالوا. نعم. سيغسي. إلا ما كانش سيغسي يكون انذار وغرامة مالية. هذا هو القانون في الدوري. إلا كان سيغسي فورسيمون يكون ويكلو. ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام سي أمين صباح بخير. مرحبا. اسم المدينة. مبروك. محمد دو كازا. أهلا سي محمد. الله يبارك فيك. سي امين لا انا ما غاديش نهضر معاك على المقابله ديال فريق الوداد البيضاوي، وانما غادي ندوي معاك على البوليميك دابا اللي وقع ما بين الصحفيين الرياضيين المغاربه. كيفاش كتشوف؟ انا ما بغيتش ندوي في هذا. خليك كمل السؤال. لا غنكمل ليه. خليك كمل السؤال. حنا دابا كاملين كنعرفوا كيكون كيف ما قلتي كيف ما كيقول السي المغودي ناقد صحفي رياضي، وانا صيفطت لك ميساج قبيله بغيتك تسولوا لي على هذيك التدوينه اللي كتب دابا من واحد ربع ساعه وكتب فيها واحد الجمله اللي حشومه يقراها صغير وكبير. شنو هي شنو الجمله باش شحال كان شنو؟ لا ما نقدرش نقولها سي امين. نقراها دابا نقراها الشيء اللي قلتي دابا نقراها الشيء دابا نقراها كلمه ما نقدرش نقولها في لونتين. علاش؟ لان اللي هو لا المغودي الصفحه ديال المغودي ما يمكنش يكتب هذا الشيء ما يمكنش. انت عارف المغودي مزيان. لا لا ادخل دابا ادخل في الاوف وغادي تقرا. فهمت شنو يقول؟ فهمت شنو؟ هذيك الجمله هذيك الكلمات التي بثت دابا شوف التي هي كلمه انا فهمت شنو يقول. فهمت الله يخليك الله يخليك السي الله يخليك. ما غاديش ندوي معك في الكلام في الجمله. لا بلاتي انا فهمت فهمت فهمت. شوف اسمعني اسمعني الله يخليك اسمعني 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 تقدر تسمعني؟ واخا واخا واش ممكن واش ممكن لا سمحتي؟ لا خذ راحتك سي. مشكل انا ما فاتحش البرنامج باش نكون صحفي، اما الكلمه اللي قلتي دابا انت انا بغيت نعلق عليها. علاش؟ هي كتستعمل في اللغه العربيه، انما في الاثير ما يمكنش نقولها لان احنا كنستعملوها في اللغه الدارجه ديالنا لامور عندها علاقه بالسبان والمعيون. مزيان؟ شنو اللي كلمة تستعمل في اللغه العربيه. كيف ما كيقول ناقد رياضي بغيناه يكون في المستوى، بغينا السي المغودي يكون في المستوى. وملي كنشوفوا السي اسامه كينفعل عنده ستيل ديال اسامه ملي كتشوفو كيهضر عنده الستيل ديالو، ملي كتشوف واحد صحفي اخر في الراديو سميتو كيكون عنده الستيل، والسي محمد امين عنده الستيل ديالو كيف كيفكر وكيخطئ ويقدر يكون مدرب شحال من واحد كيفاش كنت في الراديو كيقول لك بغيناك تكون مدرب، راه انت عارف هادشي، ولكن السي المغودي باش انه يبقى يكتب ديك هذيك معناها الزبونيه العبار يعني انا باللغه العربيه الزبونيه. انا كنقول لك واحد القضيه هذيك معناها باللغه العربيه الزبونيه. الزبونيه ما معناها الزبونيه هو تكون مصاحب مع شي مسير غلط ولا ما غلطش تتجي معاه. حنا في الحلقه الاخيره مع سي المغودي نهار الاربعاء فوزي القشع مثال كنا معاه 300% في واحد الحاجه
كنا معاه حيت جينا عليه في حاجه اخرى ونقدناه في حاجه ثالثه. يعني في نفس الحلقه مع ومن يظن من يظن ان منين تدير خاطر دائما لاي مسير كما كان في اي حاجه راه تيحترمك راه غلط. داك المسير حتى ما تيحترمكش لان بالنسبه ليه ذا ديالو بيدق ديالو المسير تيحترم الناس. انا المسير المسير كيدير خدمته والصحفي المغربي كيدير خدمته. ماشي الصحفي المغربي الصحفي بصفه عامه كيدير بصفه عامه. نخلي المسير نخلي المسيرين ونبقى نجاوب في الصحفيين بحالي خليه يقول لي بغى راه الجمهور هو اللي كيحكم. لا هو مجاوبته واحد هو هو بصفه عامه لا مجاوبته واحد. شوف انا سي محمد امين تفضل تفضل رايك في الوداد. انا كودادي عارف الحمد لله كل واحد كيفاش كيهضر وما كنهضرش معك بالعاطفه كنقسم لك بالله ما كنهضر معك بالعاطفه. عارف كيفاش كيهضر السي مغولي وعارف هذاك الصحفي اللي في الراديو اللي انا عارفه اللي كيقصدوا حيت جبتو الصباح واخا ما سماش عارف كل شيء ومتبع بحكم العمل ديالي متبع مزيان الاعلام الرياضي المغربي لا اللي عنده الصفحات في الفيسبوك لا اللي خدام في الاذاعات الخاصه ولا العموميه. يعني كاين واحد لا بوليميك كبيره في الاعلام الرياضي المغربي هذه كل واحد كتشوفوا كيجر لواحد الجهه يا اما كيجر لجهه الوداد يا اما كيجر لا لا حنا ما تجروش لا 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 سمح لي لا ما كتجروش ما تجروش كاع تجروش الجمهور دابا ما لقاش ما سي امين شوف غير لي كومونتير لا حيت الجمهور عاطي الجمهور اللي عاطفي شوف انا مع نفس الجمهور مع نفس الاشخاص نهار نهار انا كنقرا نهار تيقول لي برافو عليك السي اسامه احسن واحد في المغرب نهار تيقول لي انت مغربي كنقرا لي كومونتير كنشوف النص مع غادي والنص كنشوفه مع مغولي. يعني هنا حنا ما لقيناش في هذاك الصراع ديال الرجا وداد ونشدوا في بعضياتنا ولينا في واحد النهار انا نقول واحد الكلمه ويمكن بزاف ناس يتقلقوا مني واحد النهار ولكن النهار ماشي اليوم وماشي العام الجاي وماشي متى هنا 10 سنين اتوقعوا من هنا 20 سنه او اكثر غيجي واحد النهار غنوليو نتقبلوا باننا نكونوا مختلفين ونتقبلوا بان اللي عنده راي راه ماشي ثقافه كتربى كتربى فوالا كتربى في المدارس والشارع والشارع واحد النهار راه كانت هذه القضيه ديال واحد النهار كانت ملي كان الكبير كيحترم الصغير الى غيره الى غيره ملي تبدلت واحد ملي دخلت عندنا بزاف العولمه وهذا مسائل ضاعت العائله وضاعت وسط المدرسه وضاعت بزاف الامور راه كاين اللي ما تيشوفش ولده سيمانه هو معاه في نفس الدار بزاف الامور واقعه حاليا نعتقد بانها كاينه في المجتمع الغربي وهذا خطا وهذا خطا شائع باش نرجع معاك تقبيه راه بزاف الناس دابا كيسحبوا ليها كندوي خاوي لا لا ما كندويش خاوي وكنتصنت لك السي امين يوميا وسيرتو سيرتو غنقولها لك صراحه ملي كيكون معك الاستاذ اسامه بن عبد الله اللي واخا سميتو بعض الخطرات كنكون ما متفقش معاه وانما صحفي وسام ما عندوش مشكل ما متفقش معاه وسام هي عشق من يختلف معاه هذا واقع اسامه بن عبد الله اسامه بن عبد الله كيعجبني ملي كيكون تيختلف معاك كيقول كيجيك نيشان كيقول لك انا مختلف معاك ماشي كيزوق لك الهضره غير باش كيتسناك تقطع باش يدوز الموضوع ولا شي حاجه كيخليك باش كيقول لك لا غنشرح لك عاد قطع اذا بغيتي تقطع. وكنقول للصحفيين المغاربه ماشي بحال دابا ملي كيكون واحد المسير كنكون كنهضر معاه في لونتين بحال هكا غير اون فوا كنسمع ديك التهديد ديالو كنهبط حيت كما كنقولوا باللغه العربيه كنهبط الكواري شويه علاش غادي نهبط الكواري ملي كيكون شي مسير داير شي حاجه ماشي هي هذيك خصني نهضر معاه كيف شكرا 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 جزيلا شكرا بكره باخر نرجعوا للنقاش انا ومع السي اسامه. الو السلام عليكم مشى المتصل ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو الو سي محمد امين مرحبا اسم المدينه تحياتي خويا عصام من مراكش. اهلا سي عصام تفضل سيدي. تحيه ليك وتحيه السي اسامه. شكرا شكرا سي عصام شكرا فيك الله يبارك فيك. اولا السي محمد امين بغيت نوجه واحد الرساله شديده اللهجه للسي سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي. انت ودادي؟ نقول ليه انا ودادي. اييه مرحبا. بغيت نقول ليه السي سعيد الناصري الاعتبارات اللي يمكن تاخذها لدوافع وطنيه او لمصلحات عامه او شي حاجه حنا كوداديين ما كناش غادي نقبلوها منك. البطوله اللي فاتت الموسم اللي فات خسرنا البطوله بسبعه الخسرانات مع السي حسين عموته كان المدرب ديال الفريق الوطني عنده مقابلات واخذ لنا لعابه. السي سعيد الناصري قال لك اسيدي الدنيا هانيه انا في مصلحه الكره الوطنيه وباش تكون الصيروره نلعب اسيدي ما نلعبوش. لا 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 ما متفقش معاك. لا 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 انا عشت هذا الشيء. المنتخب كيسبق لا 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 لا
لان السيد سعيد الناصري وعموته كانوا وقعوا على واحد واحد لونغاجمون بان يتاجلوا المباريات اللي بغاو، ولكن من بعد يجيو يلعبوا كامل بعد سالي كاس العالم يلعبوا الماتشات كلهم واخا يكونوا المنتخبات لاعبين وقعوها. انا عشت قرار خاطئ هذا سي اسامه، هذا تو قرار اخذ دوكا خصهم يلعبوا المباريات فوقتها. نعم ما كانش خصهم ياجلوا. انا واخذ عليه السي سعيد الناصري ما يأج... ما ي... ما ي... لا ولكن بلاتي بلاتي بس السي سعيد الناصري ما تيسيرش فرقه بوحدو الا مشى عند المدرب مشى تشامبيونز ليغ في التالي. مشى عند المدرب مشى تشامبيونز ليغ في التالي. المدرب قال له البطوله، المدرب قال له اودي انا ما خصني نريح اللعابه ديالي ما عنديش اللعابه بزاف. هو استجاب المدرب، ولكن ملي استجاب له لجنه البرمجه اللي هما تيقولوا راه تيسيرها قالت له ودي راه الا درتي هادي راه خصك تسيني لنا اونغاجمون بانك غتلعب سته الماتشات ولو بدون اللاعبين ديالك الدوليين، ودارها. سي محمد امين انا تنتكلم معك وتنقول لك بانه كان قرارا خاطئا، وكان على السي سعيد النصيري انه يجلس اعطي تروبوزي وما يديرش اعتبارات لشي حد، يدير اعتبارات للوداد. دونك ما خصوش يكون رئيس العصبه، هذا الشيء اللي قلنا. يحيد انا واش اللي قلنا مع الوداد تيسبونا؟ ما يخش رئيس الوداد ولا رئيس الرجاء يكون رئيس العصابه. لا هادشي ديال السبب. هادي 10 سنين، هادي 10 سنين، هادي 10 سنين، هادي 10 سنين، هادي 10 سنين سيدي، وانا اناضل من اجل ناس انديبوندون يعني مستقلين يسيروا العصابه، هادي 10 سنين. وعندي انا سي محمد سي اسامه انا متفق معك تماما، وسي سعد نصر تنعرفو اون بيرسون وغنبلغ ليه هاد الرساله بشكل مباشر. شكرا باش شكرا. شكرا. شكرا 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 لينا سعيده. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. امين كي داير لاباس عليك؟ اسمو المدينه سي محمد من الدار البيضاء. انا سي محمد. كي داير سي اسامه لاباس عليك؟ بخير الله يبارك فيك سي محمد. الله يبارك فيك. عواشرك مبروكه. الله يبارك فيك. شكرا. كلشي بخير هانيين. الله يبارك فيك. الحمد لله. راه نتوما اللي باقين واقيلا بنتو ليا شي جوج اللي باقين في هذه البلاد الصحفيين النزاهه. بارك الله فيك ازيدي. الله يكبر فيك. شكرا. ما كلشي بايع الماتش. الله يبارك فيك. دابا وسي اسامه كنطلب منك تجاوب هذاك السيد اللي علمتيه يجلس في الكرسي. لا والله ما نجاوبو بالله. واش تسمح لي واش يشد الميكرو علمتيه؟ سي الاخ ديالي سي محمد. لا والله ما نجاوبو بالله. سي محمد سي محمد الله يخليك اسيدي اذا سمحتي. اخويا واش كتفرج معنا من قبيله او لا؟ انا كنتفرج معكم دائما هنا. الله يخليك صحتك. ولكن شوف بلاتي بلاتي الله يخليك وبلاتي الله يخليك بلاتي. اذا كان سي اسامه يبقى فيك الحال يقول... اي واحد سبك يبقى فيك الحال عادي. سي اسامه ما قالك هذا الموضوع خلاه ما بغاش. دونك حنا عطينا افكار اخرى انت الا سمحتي. الله يخليك تفضل. ولكن يبقى فيك الحال علمتي سي محمد. سي محمد الله يخليك. الله يخليك صحتك. ماشي مشكله اخو ماشي مشكله. انا اللي عيطت لك ذاك النهار قلت لك خاص شي سي فوزي القجع يدخل في هذا البرمجه الملخبطه اللي ولات عندنا في هذ جوج المقابلات الاخرين ياك عقلت عليا. نعم ايوا الحمد لله راه الامور رجعت النصاب ديالها وخاص جميع الفرق ديال المغرب يشكروا فريق الرجاء البيضاوي حيت هي اللي عتقات بزاف ديال الفرق والتلاعبات في الدورات الاخيره. مثلا ما نمشوش تلعب ولكن كما قلتي بانه الان المنافسه باقا وكل شيء محمي وكل شيء لاعب حسابه في يدو ما عندوش ما يدير دابا حتى واحد ما عنده كيفاش يفسر المقابله يعني تيطوان خصها تضارب مع الرجاء والاولمبيك بقى تضارب مع الوداد على النقطه اللي عندها والكوكب تضارب مع الوداد والكوكب الى غيره الى غيره. نعم يلا شكرا استاذ اسامه واستاذ محمد امين اسمح لينا. شكرا للاسف بان عندي صوره نشوف فيها الحداد عاودت رجعت له الاصابه. اتمنى يكون خير وانه غيحس اليوم هنا دار ماتش بلان وتقاتل اليوم كثير سي الحداد واتمنى اتمنى اتمنى بانه يرجع سي الحداد. سي اسامه نهضر تبركان باش نعطيوها حتى هي شويه حقها خصنا نتكلموا عليها ولا بد قبل الزمالك بغيابات وزين راه بوطيب يقدر ما يلعبش هذه المقابله. طيب الحارسين بجوج والحارس الثالث عنده امتحانات ما كيدربش يلا درب معاهم بجوج حصص وجا دخل المغرب وهذا الحارس الثالث. الحارس الاول مطرود الحارس الثاني مصاب بوطيب غائب ما كاين بزاف لاعبين كاين تشنج داخل الفريق راه مكان الوحيد اللي تقدر تريكوبري هو محمد هو عزيز عزيز هو اما لا تراوري لا باركي مشاو يعني الغياب ديالهم رسمي. سال اليوم موسم اظن من سال اليوم موسم لا مباراه الاحد غياب رسمي. اي تراو واش كتضم ذاك المستوى ديال تراو ما كانش يقدر يلقى في اوروبا كان يقدر كي عنده مشكل الاصابات. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد امين تحيه لك وللمشاهدين الكرام معك عبد الله سي محمد امين. عبد الله تفضل سي عبد الله مرحبا. الله يبارك فيك. اول حاجه
وبغيت نتكلم انا ونعطي رايي. نعم سي هذه القضيه ديال الاعلاميين. لا الله يخليك الله يخليك ولا لا لا والله يخليك هذا كيولي تحدي هذا ما بقاش سي عبد الله الله يخليك الله يخليك سي محمد الى 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 انا لا اصادر لا لا بلاتي ما انا ما مشطش من وياك التجاوز وهذا الله يخليك صحتك الله يسمعني مزياش كنقول لك في البرنامج ما بغي ما عندناش في موضوع الساعه الاعلاميه لا انا نعطيك نقطه لا الله يخليك ما حيت الا عطيتيني انت نقطه يجي واحد اخر يقول لي لا سي عبد الله الله يخليك صحتك صافي صافي يلا المهم انا نهضر ما نعرفش معايا صافي تفضل فوريد علينا فوريد علينا لا ما فوريدش عليك انا تنقولك اودي انا كنقولك اودي سي عبد الله الله يخليك صحتك زعما ما فهمتش هذا ماشي فرض كنتكلم لك على موازين عاديه جدا ولا ما اقول لك انت فرضت علينا سي محمد امين وخليني نكمل ما تفهمني ما يمكنش تفهمني من كلمه لا لا الله يخليك صحتك ما يمكنش تفهمني من كلمه سي محمد سي عبد الله والله ما غادي نتكلم على الاعلاميين صافي تفضل تفضل اخي الحديث ديالنا على كره القدم الحديث ديالنا على كره القدم خصنا نقيوها مع النضال والمعركه وحنا وداك الشيء اللي الناس اللي تعلموه في الحلقيات اللي مازال عاقل على داك الشيء ديال الحلقيات الثمانينات يمشي ديال الحلقيات ويبعد على النقد الرياضي وانا بغيت نعرف بعدا يقول لي شكون كيعطي صفات النقد الرياضي صفات النقد الرياضي شكون كيعطيها كتعطيها المداخلات الجمهور نعطيك مثال بحال دابا انا غنمشي معاك بعيد انا غنمشي معاك الجمهور العالم الجمهور انا غنمشي معاك بعيد التلفازه هي الجمهور ماشي هي الصحافه المكتوبه التلفازه تساوي الجمهور سي محمد ماغودي كمثال راه اختلفتوا معه واحد الزمن واتفقتوا معه في زمن اخر وهذا هي الحياه ياك ما انا ما سي اسامه اللي تيقدموا بالنقد الرياضي قنوات بلاتي عندك كمثال راه كاين امثله اخرى قنوات بحال دبي بحال الدوري والكاس بحال بي ان سبورت بحال كيقدموا بناقد واش حتى هما ما تيفهموش تبارك الله ما شاء الله لا تنقول لك علاش ودابا انت كتهكم عليا لا 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 نجاوب نجاوب سي عبد الله سي عبد الله سي عبد الله سي محمد امين سي عبد الله 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 تفضل يا ما كانش محمد الماغودي ناقد رياضي ما كاينش ناقد رياضي في المغرب ثق بيا لا عطيني شنو انا بغيت نولي ناقد رياضي عطيني المسار شنو ندير خصك تكون عندك خصك تكون لا 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 وشويه بشويه ووري ناقد تكون مؤثر في الراي العام هو ناقد رياضي مؤكد تغطيات العواطف ديال استعمال المعركه الواقع ماشي هو هذا تتقول الواقع ماشي هو هذا لا الواقع ماشي هو هذا لان بزاف الناس يتبعوا الماغودي وتقنيه يؤثروا في الراي العام احب من احب وكره من كره كلمه معركه والنضال كتكون في الشارع وفي الاحزاب انت المشكله في المصطلح انت ما كتبغيش في المصطلح فوالا ما بغيتش المصطلح انت ما تبقاش تخرج فيه وتناولني راسك اصاحبي واه بغيت نقول لك السي اسامه ديك المباراه اللي برمجتي انت وسي محمد المغودي للترجنا في اثنين رجال متلع في غلب وانت تجيبوا مع الولاد نهار الجمعه الحمد لله تو ما غلطوا تو ما غلطوا لا تو ما غلطوا لا غلطوا بالله السي اسامه قول لي فين شفتي البرنامج لا كانت برنامج تاجل على اثنين كيفاش؟ ما كايناش السي اسامه ما دخلناش اوكي واش شحال بين اثنين وثلاثة السي عبد الله شحال بين اثنين وثلاثة؟ ماشي اثنين وثلاثة لعبة السبت هو كيقول لك لعبة اثنين وشحال بين السبت مع لي طوال السبت مع لي طوال ايه كانت بروغرامية قبل ما يعودوا البرمجة كلها توزع لا لا بروغرام خصك تعترف هذا خطأ لا والله ما خطأ لا والله ما خطأ بالله كاين مشكل لا والله ما خطأ سي عبد الله ما عمر الخبر تكون خطأ الرأي ما عمر الخبر والرأي تكون خطأ ما كاينش خبر فين هو الخبر؟ سمح لنا سي عبد الله سمح لنا ما انا سمح لنا سي عبد الله سمح لنا الله يخليك سي عبد الله اظن بانه سمعنا رايك بما فيه الكفايه سمح لنا الله يخليك كنشكرك شكرا لك سي عبد الله ليله سعيده شكرا ناخذ مكالمه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا اسم المدينه اشرف من الدار البيضاء اشرف من الدار البيضاء تفضل سي اشرف واخا الو السلام عليكم محمد امين وي سيدي مشى نعتذر مشى الخط لانه ما كاينش شي بلاصه ما فيهاش الريزو ولا شي حاجه هكا ناخذ مكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم سي محمد امين مرحبا اسمو المدينه تحيه ليك وتحيه لسي اسامه بن عبد الله مرحبا معك انس من كازا مرحبا سي انس تفضل الله يبارك فيك دونك انا عيطت باش نشكر كل القوى الحيه نعم القوى الحيه اللي قالت اللي تبعات المنطق وتبعات كذا وقالت الحقيقه كيف ما هي وكنشكر ايضا السي القجاع اللي بين انه رجل دوله حقيقي ان اون ديتا فهمتيني بهذا الاجتماع اللي داروا اليوم وحتى القرارات اللي خداو فهي قرارات منطقيه فهمتيني
ما كاين حتى شي واحد اللي ربح. وانا انا شوي كونط دوك الصحفيين اللي كتبوا قالوا الرجاء تنتصر. هذه ما كايناش زعما ما تنطقش المنطق ماشي الرجاء. الرجاء المنطق انا اكبر مستفيد هذا المنطق اكبر مستفيدين ولو الحسيمة بدرجه اقل لان امله ضعيف تطوان هو اكبر مستفيد. سي تكتب لي من تطوان مستفده شي تطوان مستفده الى الوداد ما ربحاتش مع خيبره تطوان تصعب عليها المباراه ولكن الوداد ربحات مع خيبره وهذا الشيء كاين في الكره. فتقول إذا دات البطولة والرجاء تلعب أقل تنافسية مع تطوان عادي فتطوان هي اللي مستفدة أكثر. سيد تكتب لي ما متفقش معها لاعب خريب مع الوداد قبل الدورة 29 هو في مصلحة المغرب التطواني. تفضل سي أنس. أنا اللي بغيت نقول لك هو أنا فريمون تنشكر جميع القوى الحية جميع القوى الحية كي كري فور أو كومبلو ولا داكشي اللي كله دار زعما فريمون تنشكرهم وبينوا بأننا راه مازال الناس اللي في المستوى ونقيين وعندهم تفكير نقي تنشكرهم. وعاوتاني بغيت نقول لك غير على واحد الموضوع اليوم قريت واحد لاختيك عجبني بزاف ديال السي شوقي عندكم في أوريزون كتبوا على حيتاش سي أسامة بن عبد الله وسي المغودي طرحوا سؤال نهار الأربعاء في الحلقة ديالهم قال لك علاش الكوكب الفرق الوحيد اللي ما هضرش كاين ولا ما كاينش سي عبد الله بن عبد الله قلت لك الكوكب والفريق الوحيد اللي ما هضرش سي شوقي راه جاوب اليوم وقال لك هذيك فيتون على حسب التحليل ديالو قال لك باسكو سي الفيزازي ولا ما عرفتش سميتو ذاك الفرزازي ديال الكوكب الورزازي باردون الورزازي قال لك ما جاوبش ما جاوبش ولكن المقال ديالو عجبني في المقال تيتكلم على انه يخاف بان ديك التاثيرات السياسيه يكون عندها دخل بما هو كروي لان مثلا الاول هو طرح المقال بالطريقه هو ما قالش هذا دار وهذا دار وهذا دار لا هذا دار ما يمكنش يقول هذا دار خصو يكون واحد منهم باش يعرف هذا الشيء نعرفوا هذا الشيء سي جوست دي هيبوتيز سي جوست دي هيبوتيز اللي هما تخي فيابل ملي كتشوف واحد في اثر ومؤثر والاخر في اثر ومؤثر وداروا لنا ان سكوندال اللي داروا لنا ان سكوندال ذاك الماتش ديال سبوت شوي ديزولي نقدر نفهمها من الطياره بانهم هضروا في التليفون بلافي سي سامبل ما يفو با ايتر يفو با افوار باك بلوس ديال بور كومبروند سا. المهم هذه من جهه اخرى تنبغي غير ناخذ عليك سمح لي الى قبلتيها من السي محمد امين مرحبا. البارح عيطت لك وجي كريتيك واحد الجورناليست واحد الزميل ديالك في الليل اخر مكالمه واليوم عيط واحد السيد الى كريتيك سي المغودي اونتر كيمي الى اسيي دو كريتيك حيت سي المغودي انا بالنسبه ليا في المستوى العالي. مرحبا. انا البارح بحال قلت لي الله يجازيك بخير ما تبقاش كريتيكي ديال الزملاء لا انا 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 هو بغى يلمح قلت له بلاتي حق ما تلمح واش انت كتكلم على المغودي راه الصفه ديالو النقي شكون كيعطيها ليه هذا هو اللي كاين. اما انا بغيتك تدخلني في واحد النيطان لا ما نخليكش الله يخليك السي انس انت حر قول لي بغيتي انا تنقول ضوابط البرنامج ملي غندخل في هذا الصراع اش غادي نوليو هذه ولا هذا هو النقاش ديالنا هذا معنى انا لا نستفيد شيء غنخرج وانا ما بحال ما درت والو واش زعما باش ندير بوليميك لا سيدي ما عندي ما ندير بها هذه البوليميك انا بغيت نناقش انا والسي اسامه ناقشنا افكار بلورنا هضرنا على الترجيح عطينا معطيات عطينا مسائل هذا هو اللي بغينا فيدنا ونفيدوك. اما هذا الكلام ما كاين ما سهل منه شي دابا ندخل ونجبد شي 90 سميه وقوم ضرب انا وياها ومشيو للحكيم ومش لا عطيتك مثال واش هكا غيستافدوا الناس لا انا من وجهه نظر ديالي انا كنتمنى باسكو هذاك الماتش ديال كنتمنوا بيان سور تحط غيتفتح تحقيق نورمالمون راه يتفتح تحقيق نورمالمون شكون هو ديال على الماتش اللي كتكلم عليه ديال كوكب مراكش يوزن نورمالمون راه يتفتح تحقيق لا دابا حنا راه كنعرفوا تحقيق راه لا وانا ما غاديش دابا حنا عارفين دابا راه دابا شنو خدمتهم انا ما يمكنش راه داروا تحقيق على الناس اللي ماتوا في التيرانات وداروا تحقيق على بزاف ديال الحوايج وما كانش شي تحقيق خرج حتى حاجه ما خرجت وحتى حاجه ما شفناها وقالوا لك قالوا تحقيق ديال الجمهور الدراجه اللي ماتوا في الملعب وجمهور الوداد اللي ماتوا في الملعب وحتى حاجه ما خرجت وحتى حاجه ما شفناها وقال لك المهم التحقيق راه كنعرفوا التحقيق صافي دابا كبر الموضوع وانا ما هذا هو المعنى ديالي هذا موضوع اخر انا اللي بغيت نقول لك انا غير الفكره ديالي اللي مهمه هاد القوى الحيه اللي عرفناهم شكون هما اللي هما عندهم واحد الايجابيه عندهم واحد الايجابيه اللي بانوا في الاونه الاخيره بانوا في 72 ساعه الاخرى خصنا نتحدوا ونوقفوا يد في يد ونكتبوا ونقولوا المعقول ونكملوا في هذا الطريق هذا سي كوم سا كون افونسي بوزيتيفمون جيت بغيت نقول لك غادي نهضروا هذه العصبه اللي عندنا فيها الشك لجميع الفرق المغرب خصنا نقولوا فاقدين الثقه فيها
خاصة نلقاو نديرو اجتماعات ونديرو كذا ونديرو ندوات باش نشوفو شكون هو واحد المتصل عيط لك قال لك نجيبو دي كادر اكستير لا علاقة لهم بالكرة سي دي جون كيفهمو ستاتيستيك كيفهمو بروغراماسيون كيفهمو هذا يفون فيغ يفون بروبوزي دي شوز ولكن باش يجي واحد اللي عنده مصلحة وعنده كذا وعنده كذا الثقة ما كايناش يا با دو كونفيونس سي سا لو بروبليم ما كتكونش الثقة ما كايناش العلاقة كوني. شكرا سي انس شكرا تبارك الله سي انس سي اسامه نرجع معك نهضر تبركان بهذه الغيابات عندنا 5 دقائق ونسالوا ان شاء الله سي اسامه بهذه الغيابات غياب الحارس هو اقوى عناصر هذا الفريق هو الحارس قنش الله يصوب الله يصوب كاع الله يصوب بركان كيفاش الله يصوب لا 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 اسمح لي انا مع بركان 3000% بيان سور انا شي من غير هذه الكلمه السابقه اكثر منا غير ضد ذاك الرئيس ديال الزمالك لا انا ماشي ضد لا ماشي ضد ماشي لا لا انا ماشي ضد يسير مستفز لا انا ماشي ضد انا مع بركان انا مغربي انا مغربي استعمل مرات كلمات انا ما نقول لك استعمل اللي بغا نبقاو حتى الناس اللي ماشي تامين عقليين نبقاو نجاوبوهم وما يمكنش نعم كاش نضيع وقتنا في الجواب انا مرتضى منصور ملي تنبغي نضحك كنشوف وحق الله تقلب عليهم جو نخدموا كلام على السلام عليكم مرحبا اسم المدينه صفحنا بالبغيض معك عبدو مدينه الدار البيضاء اهلا سي عبدو مرحبا تحيه ليك وتحيه السي اسامه شكرا شكرا عواشركم مبروكه الله يبارك فيك مرحبا اولا اخويا امين فبغيت نتكلم على يعني المشاكل ديال البرمجه واخا مبغيتش عوض ما نهضروا في الكره ونهضروا على تفضل بسرعه بسرعه سي عبدو لا سمحتي تفضل فكما قلت لك اخويا امين البرمجه يعني صراحه كانت يعني اخطاء بالجمله صراحه تتمنى الناس ديال البرمجه يراجعوا الاوراق ديالهم خصوصا السيد بكاوي اللي ما احترامش ليه يعني الناس اكفاء اللي عندهم الكفاءه باش يكونوا في هذيك المنصب يعني السيد بكاوي عطى شيء الكثير يعني الله يجعل شي ودوينا في هذا الموضوع يمكن سي باغولي تيقول بان هذا الموسم ديالو الاخر هذا الموسم يعني سي كبر الله يجعل البركه يعني يمشي يعني كاين ناس شباب وكفاءات اللي يكونوا في هذا المنصب بالنسبه للنقطه الثانيه اخويا امين ما اثرني اليوم هو يعني الحكم جيد كيدير في 6 دقائق وانا بالنسبه لي اسمح لي اخويا امين 6 دقائق باش المقال الوحيد في الملعب هو الحكم لا كاين السرقه جاتني لا شوف اخويا امين باش كاين السرقه ديال 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 جيدة اسامه جيد دار مباراه كبيره اليوم كاين 6 دقائق ولكن ديك 6 دقائق انا ما فهمتهاش اخويا امين توقف الماتش 3 دقائق ولا 4 اما جيد كان اليوم في المستوى الكبير اخويا امين تحياتي للحارس ديال فريق اتحاد طنجه واخا واحد في واحد ديفو ما تيخمش الكره تيطلق بزاف برافو ليه وبرافو للعبه ديال اتحاد طنجه اللي صراحه اسكتوا الافواه وقاموا بمباراه كبيره واسكتوا من قال ان طنجه في الجيب فطنجه كانت في الملعب ما قالش شو الله يخليك تقبية سعب شو الله يخليك بدات مباراة كبيرة انا كنختلف بزاف مع داك السيد فشحال من حاجة ولكن ما قالش ديك الكلمة ما عمرها قالهاش ما نقولوش سي شي حاجة ما قالهاش الله يجازيكم بخير شكرا سي عبدو ليلة سعيدة تبارك الله عليك سي عبدو كنتي معنا من مدينة الدار البيضاء السيد ما قالهاش الله يجازيكم بخير انسان نقولوا شي حاجه قالها ما قالها شي باش نكونوا واضحين كما تماركات كره وباقي اللاعبين منالي ما اظن ذلك سيدوان جيد انسان ما عندوش وكان لاكسيون الثانيه ما تماركاش كان سيدوان جيد سيفلي سيدوان جيد وانسان ما عندوش هاد ناخذ مكالمه اخرى الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا اسم المدينه معك زهير في مدينه الرباط تفضل سي زهير بغيت نتكلم على شي جوج مواضيع مرحبا الا كنتي تكون بسرعه تفضل الموضوع الاول ما غنتكلمش على المباراه ديال الوداد وديال طنجه غنهضر الماتش اللي هو المهم اللي كلشي كينتظرو هو انه المباراه ديال نهضة بركان والزمالك نعم اول حاجه خاص انه وسائل الاعلام المغربيه انه يكونوا مع الفرق المغربيه المشاركه ونحيدوا على هذا الشيء ديال البرمجه هادو اللي كيقولوا حيت هذيك لا ما غنستافدوا حتى شي حاجه ديك نتمنى اسمح لي اي نقطه واشاره سي زهير السي محمد موجه تيقول لك 6 دقائق منطقيه تفضل سي زهير 100% منطقيه انا حنا كنتمنوا ان وسائل الاعلام يساندوا نهضة بركان وبحال اللي قال اسامه انه اليوم من اليوم كلنا مع نهضة بركان ومن يوم الاحد ان شاء الله نكون ودادي ولكن انا دائما كنشوفوا انه ملي كتوصل الوداد للقمه دائما كيخرجوا الاشاعات والمسائل يعني هذه مش شنو اذا كانوا انه شو اذا كانوا وسائل بعض وسائل الاعلام اللي كيخرجوا
بعض الاشياء اشاعات وناس باش يديروا البوس ولا يديروا باش يشرحوا عباد الله باب سندويش. شنو الاشاعه اللي ما عجبتكش؟ شنو الاشاعه اللي ما عجبتكش؟ يعني راه كل مره اشاعات، كل مره اشاعه اللي انت شفتيها بان خرجوا شويه اخترعها. عطينا هذه الاشاعه. هو احنا ما نرجعوش. شوف السي محمد امين، احنا ما بغيناش نرجعوا لورا. لا لا انت وداد يجيبك الله، ورجاء تيجيب له الله على الرجاء، والماس تيجيب له على الماس. الا تجرتي وتجرتي وغازيتي لا طابه تبقى ما كاين لا اشاعات لا والو. لا واحد الكلام كثير عادي. هذا الشيء يعني الخطا ديال البرمجه، الخطا ديال البرمجه هو اللي جعلنا جعل كل شيء راي العام يتكلم على البرمجه فهذا يتكلم على الماتش ديال الدراري. ولكن اجي نقول لك، ولكن اجي نقول لك دابا دابا الان انتم كتقولوا انه ولكن راه نسيتم الاولمبيك اسفي والمستفيد علاش؟ لان المباراه ديال غد وحسن وجديد راه حتى هما كيتنافسوا على المرتبه الثالثه والرابعه. الوغ الوغ الاسفي غادي يكونوا عارفين الماتش. فيها هي ان ممكن الاسفي كاين كوسو اي خصها تربح. نعم باش باش واخا مزيان بيان سور وحسبها كيما بغيتي. الماتش الجاي معانا دير لي في بوكشي، لا تلعب في بوكشي، لا تلعب في بوكشي، تلعب في بوكشي. ممكن اولمبيك اسفي الكوكب يتعادلوا والماتش الجاي اسفي تربح هي ولا المرتبه الثالثه. هذه كره، هذه كره، وهي اللي دابا في المرتبه الثالثه، لان المرتبه الثالثه في رجليها. والثاني حاجه لانه في البالغ ماشي انه القجاع، لان ارى القجاع شوفوا القجاع شنو دار، ولكن راه كانت الناس ديال الجامعه العصبه اللي داروا نلقاو البالغ ونفهموا بالتنسيق الجامعه المغربيه والعصبه. ماشي نورمال العصبه هي مهمه. العصبه تسوي البرمجه. ماشي عادي. ماشي ندخلوا، ماشي نكون صحيح. العصبه هي اللي وقفت. لا ولكن اللي اربيتر هو القجاع. لا اللي اربيتر هو القجاع. لا 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 ما تفرقش معاك، ما تفرقش معاك. لا لا ما دوزناش هذه. حيت العصبه جاوبت الرجل قالت لا لا. وي. لا ودخل القجع وقلب. صافي ديك هو اللي كان حاسين. لان عتي لان نقول لك واحد القضيه سي اسامه، لان ما يمكنش انه نبقاو نديروا الخاطر فريق واحد. الا كنا شكون الخاطر من درناه اليوم؟ هو الرجاء. لا ما تنضش خطأ كبير. اسمح لي تطوال اليوم هو اكبر فريق دابا تيبان له البرمجه ديالو قدامه هو فريق المغرب. الرجاء لعبه حسابي على الصف الاول. ومن حقها. لا لا ما متفقش معاك انا نهائيا. الا مشينا بالحسابيين، الا مشينا من الحسابيين راه الا نتكلموا من الخريب قال تحت الحسابيين. اه هذاك الشيء علاش علاش كان خص تلعب خريبكه حتى هي حتى جات هي لقيتي حاجه خريبكه كان خصها تلعب المباراه نهار الخميس مع الوداد. شكرا. ماشي سهل سالي الوداد تشامبيونز ليغ. اذا سمحتي الوقت لم يعد يسمح نعاودوا معك ان شاء الله حلقات اخرى ومازال نقاش، مازال نقاش. شكرا شكرا سي اسامه الوقت مابقاش كيكفى. الله يجعل شي بركه. هذه تقريبا راه جوج قرن خمسه وي سيتي بيزون مي باسيونون من بعد الماتش اللي وقع. شكرا سي اسامه. وكلنا بركان حتى يوم الاحد ليلا ان شاء الله ابتداء يوم الاثنين كلنا وداديون. شكرا اليوم كنتو كثير، نتمنىكم ديما تكونوا معنا هكذا، ونتمنى تيخ تكون تبقى فينا ومع النقاش دائما معكم برنامجكم تكتيك على اوريزون تي في. شكرا السي خالد فرحان كان معنا ورا الكاميرا. الى اللقاء.